أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: نسمع في هذه الأيام عن أناس يعالجون بالقرآن مرض الصرع والمس والعين وغير ذلك، وهل في ذلك شيء في علاج الصرع بالرقية؟ القرآن شفاء كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، والرقية به جائزة مشروعة لأنها سبب من أسباب العلاج. لكن أن تتخذ الرقية حرفة لتكسب بها وتستنزف بها أموال الناس، هذا لا يجوز ولا ينبغي. وكذلك أن يدخل في الرقية من لا يحسنها أو من عقيدته سيئة ولكن طمعا في الدراهم، كل هذا لا يجوز. نعم.